غصبوله الشبكة وصيدوه اوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نصبوله الشبكة وصيدوه اوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفصة الدنيا قطيشو اوعدي وعلاش طايشو قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وما يزهلو على ناس وأهله طيشوه أوعدي وعلاش طيشوه يبكي وينوح يبكي وينوح يبكي وينوح وحيد حتى عينيه ذبالو حتى سهر الليل علموه أوعدي وعلاش علموه عمره ما يرتاح عمره ما يرتاح مرار قوت ورجع ما يحلالو نصبوله الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نصبوله الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الضيق طيشوه أوعدي وعلاش طيشوه قولوا لي وعلاش لا منسأل عليه لا منسأل عليه لا منسأل عليه صار وحده يشبه خياله حارقوا له قلبه عذبه أوعدي وعلاش عذبه لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب عنا حبس ويباتوا يحتالوا ليل ونهار ويراقبوا أوعدي وعلاش يراقبوا ما غفلوش عليه ما غفلوش عليه نصبوله الشبكة وصيدوا هاي حسبي طاري زوج دقايق برك نجيبهم ونكون عند خويا على ربي استغفر الله يا ربي واش مصطفى صافا صايب بديت تنسنس وتقرع جو وتخدم مع روحك شويه طلقني طلقني صاحبي والله لا داوين الحقنا والله لا داوين قال لك المراه فيها السكر ولازم لها الانسولين تاعها المهم ربي يجيب الشفاء ان شاء الله هذا ما نقوله لا 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 خساره عليك والله خساره عليك صبا اي من بعد صاحبي من بعد هاك عارف باش نلحق ان شاء الله بكري اي صح صاحبي باي 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 صح صح اي والله رفيق يعجبني الطموح نتاعك الكبير والله فولونتي اللي عندك عمي بعلام على بالك بلي بزاف فرحان بك في عود بابا نسيبي وشريكي انا اللي ضامن بلي البركه جايه من عندك والربح من عندي والله ركي وليدي صدقني يا لو موند هذا تاع لي زافير واعر بزاف واش عجبني فيك فونسور ما عندكش مشاريع كامل شوف عمي بعلام انا نوعدك نرجعك من الناس الكبار تاع الكبار الله يحفظك يا وليدي
وقتي فيك كبيرة بزاف، وعلى بالي اللي لي صافي اللي راح نديرو مع بعض راح ينجحوا ان شاء الله. تفضل بصحتك. من هنا؟ بصحتك. الله يسلمك يا وليدي. نولي عنده دركه ونفهمه باللي مرت خويا راهم يديروها في الاكسجين، ذاق عليها صدرها بعد ما داروا لها الدواء، دار عليها تعب. المهم نعرف كيفاش نفهمه، كيما تفاهمنا حاجة ما تبدلت. ايه كل منا نربحوا الوقت مليح علينا. صح انا نروح نشوفه ونولي عندكم. انا نستناو فيك. ثم الفسوي لحالكم مبنياتي؟ كملنا. هاد الخزرة هذه وكلمة واحدة راكم معولين على حية. هاك على بالك بابا. مع هاد الباندية تبغي التاريخ وتبغي البوليتيكات وتبغي خرابة على بالي. ها جيتو في نهار زين ومؤلم في نفس الوقت كيما اليوم. كيما اليوم راني عاقل، خرجت الصباح كالعادة رايح نقضي سويلحاتي وريق الأموري وما نوليش حتى المغرب. وليت جبت القضيان، ريحت أنا وميمتك في الحوش، ذاكرنا شوية، دارت حشاها، تعشينا، توضينا، صلينا العيشة وتوكينا. نقول لك ساعتين، نقول لك ثلاثة، حتى تخلط الكاميون تاع العسكر للحارة ويبدأ الجري. أنا كنت عيان ما عبيتش، دار يكون عندنا الخبر. كي نسمعوا العسكر جا ندرقوا في البير تاع الحارة، وشعال من الراجل ربي يطول له عمره، والبير كان سبب. Toi, avance. Tard. Oui, c'est bon. Je ne sais pas. Je t'ai dit. Où il est. Tard. Plus fort, j'entends rien. J'entends rien. Je t'ai dit, oui, il se cache. Je ne sais pas, mal belle. Tu sais pas où il se cache. Tu ne sais pas. Ani, là. Rakha ou sa lié, là. Ani, goudem. Où est-ce que vous êtes là? Hein? Ahder, n'aïe. Où est-ce que vous êtes là? هذا
كذا من مرة توقع بيعة نذرق تما في البير. ذاك النهار كتب لي ربي اداوني ببلاستي من نوم للنوم، رابط في خيمتي مريض عندهم على المطرق والتريسينتي. تلت ايام ولا ربعة وانا نخلص وما قلتش كلمة. كانوا كاينين رجال وكان كاين مواقف، بصح ربي يمهل ولا يهمل. كيما داروا لي وكيما سرالي اتفاهموا الشاشرة وجات الجبهة لهذاك اللي داني، دخلت عليه نص الليل في بلاصته وصفاته. الحمد لله. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. روحوا ترقدوا بنياتي، روحوا. والحمد ربي. الحمد ربي على النعمة اللي راكم فيها. الحمد ربي على هذيك الساعة اللي ما عشتوهاش. كان فيها ظلم كبير. كان فيها عذاب كبير. جوع، برد، عرق. حمد ربي حمد. العذاب اللي كنا فيه والمطرق اللي كنا ندو فيه، يا حسرة. الحديد وينظر. لا إله إلا الله، لا إله. واه صباح يا خويا، كنت صبر عليا يعني 10 دقائق. الطبيب دالها الاكسجين، قال لنا باش تقدر تفواجي مرتاحه.
ماشي مشكل يا خذ راحتك. واحد فاني يطلب شيفا ان شاء الله، ودير حسابك ماشي غير 10 دقائق نتقلقوا عليها. ربي معك. ربي يحفظك. ما نروح نجيبهم وانت غير كملوا نجيبهم. روح ربي يحفظني هنا. صح والله. سامحني خويا اش نديرك معنا؟ لا لا ماشي مشكل، دير سبت تاعك. بسم الله على ربي ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ربي يا ربي يا ربي. ما بطيتش كا غير زيت بت. بكجا هكا مرحبا بيك على سلامتك. الدار خاويه بلا بيك والو. بكجا هكا تاعك شما بالريقك ريقك نشف ما والو. لا لا مصطفى على بالك دق خاطري في ربع حيوط وحدي اون بليس، ولا غير خفت عليك. راح الحال وين على بالي انك شمصرالك؟ على بالي بلي كيف الدار بين ربع حيوط وراكي وحدك ان شاء الله غالب الخدمه. جاتني كورسه عائله ديني من جيبني من هما يروحوا يشوفوا نقعد نقارع. الله غالب صحه معليش واش بهم رجليك؟ هاني عيان ندلك شي ما سخن بالملح. والله ما دبيه بصح لي نرقد راني كا. خلاص ما لا بدل حوايجك. يا ربي بسم الله. آي يا شوفه معليش تقارينا المره دي اختي بقيت تقيم. ماشي مشكل ماشي مشكل. اوكي راه هنا في الكوان هنا نوصلوا ان شاء الله. سلامات عليك ان شاء الله. اعطوها شويه ما بعد شوف.
واش بيك ملي جيتو انت شاد التليفون؟ لمناك تعيط؟ هاني هضر معاك. مراد راه مهوني بزاف، راني متحير عليه. ملي راح يخدم هضرت معاه قبل ما يقلع من تماك، والتليفون طافي 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 حتى دروك. اي سي نورمال، دوك الا راه حاكم طريق بالك ما كاش الريزو، بالك طاحت له الباتري، بالك تو سامبلومون طفى التليفون ما حتى واحد يقلقو. لا مراد ما يطفيش التليفون، تقولي لي ما يجاوبش ولا يدير الكود، ومين قال لي زابيل تاوعي يعيط. ما يكون غير الخير ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. كملي قرايتك وبعد تحل ولا رودي ولا تكون مبرع حوالي. يعني شتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شكون انت يا وليدي؟ ربي يزاد لي في العمر وهربت من الولد الحرام. حول ولا قوة الا بالله، واش هي حكايتك يا بني؟ نخدم كلونديستا، درت خير في واحد الناس بغاو يقتلوني ويدو الطوموبيل. لا حول ولا قوة الا بالله، خليتها وهربت. لعقبات واش نديرو درك؟ عندك تليفون عيط للحماية؟ كاين اكتبي ربي يخليك. الو الحمايه المدنيه. جعفر مراد ما بالكش؟ صباح الخير مصطفى ولدي. صباح الخير عمي حميد. صبحت لاباس؟ مليح خايه؟ خير والله الحمد لله. الحمد لله. شبيك تخمم باكولك البوابر؟ لا ما كان والو، تاعش بوابير. مو مراد ما بالكش؟ هذا وين جيت ما شفتوش؟ خير ان شاء الله. عويداش مضاري بكر يجي، ما فهمتش ما بانش كاع اليوم. ربي يرحمه. خير ان شاء الله خير. الله يحفظك عمي حميد. تربح وليدي مصطفى. صحيت صحيت عمي حميد. الى بالك قول له، قال لك مصطفى شعل تليفونك راه طافي. اي صح نقول له. اني من الصباح نحوس عليه. صح. راك سور بلي عمرك ما شفت السيد هذا؟ أول مرة نشوفو يا الشاف، وحكيت معاه حوالي 5 دقائق قبل ما يفقد الوعي. اللي فهمتو من كلامه أنه هرب الجماعة، كانوا كاريينو ومعولين يقتلوه ويسرقوا له السيارة تاعو. هرب بالروح والمكتوب جابوه هنا. شوف سي طيب، أنت كتر خيرك، بارك الله فيك، بصح لازم تعاوننا في القضية هذه. أنا راح نستعيك الكوميسارية، جينا تما على خاطر الاقوال هذه تاعك كامل لازم نسجلوها. قضيه ماشي سهله، ونتكل عليك سي طيب. رانا هنا يا الشاف، حنا الخير نسعوا له بالشيء اللي قدرنا، ربي قدرنا الخير وهذا ما كان. بارك الله فيك سي طيب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله. يا
تنساش طيب جي عندنا يرجو ونحتاجوك باش نسمعوا الاقوال تاعك بربي ان شاء الله حضرتك حاجه تسمعها هنا ولا ترومركيها ماذا بيك تتصل بينا واش كاين هنا الدار حضرتك هي بخير واش كاين افتحوا الباب افتح الباب محطة محطة من لينتي ترانسميتي لينتيون سيارتي اسعاف في النقطة المعلومة اوني ارجونس واصل واحد شوف مع الجماعة باش يكونوا اون بلاس كامل لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله حضرت انا الارتاعي تخلص 10 مترات قبل كولي عليا ومحسوبه يعني وعندي عندي 8 قطارات الله يبارك هذا ما نكسب وهذاك الكوري سور ماشي تاعك نو ماشي تاعي هذاك تاع السي منصور الله يرحمه مات وعنده 10 سنين ملي مات ملي مات بقات خاليه دعوه مهجوره كي الارض كي الكوري هذه هي راك متاكد باللي تاع السي منصور معلومة حضرت بيان سير راني متأكد صحيت إلا سحقينا كان نعيطوا لك تجينا الكوميسارية حاضر حضرت حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله استغفر الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله يا ضرا واش حكيت الطفلة هذه اللي لقوها عند سي منصور دون على بالي أنا علمي علمك على بالك وزيد والله غير مقبل راني دايخ كاع أنا مش عارف كاع واش كاين دوك شوية هكذا يبان واش كاين ربي يجيب الخير إن شاء الله هذاك ما تخمم راه في يد ربي وهذا مكان واش تحب دير لهم يا ربي ما يموتوش برك والله يا حالتهم غير تشف استغفر الله ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله دكتور حالتها كيفها؟
راح ندوه لعينيه المركزه، حالته ما تشكرش حضارت، ولا ما درناش العلاج المناسب قادر تموت. من فضلك ديروا النيسيسار. بلا مزيه لازم نصوفيوها. بلا مزيه بلا مزيه، هذا واجبنا. وهو كيفاش حالته؟ هو بارد بزاف الدم، مزيه جبتوه هنا في الوقت، ان شاء الله سلامات. ان شاء الله ان شاء الله. شوف سي طيب، التبرع بالدم حاجه عظيمه وفيها اجر كبير. سمعت راك تسلك روح يا صاحبي. ربي يقدرنا على فعل الخير ان شاء الله ان شاء الله. هذه يلزمنا دائما نكونوا هكذا نتعاونوا سينو اكوا ساسير. حمي العربي مالك شكي راك انا؟ واش مصطفى واش بيك؟ ما تخافش، حنا جينا نحيو الدم هذا ما كان. اه الحمد لله الحمد لله. وانت واش جابك؟ راني جيت على جال مراد صاحبي كلونديستان. راني من المغرب تاع البارح اختفى ما زادش بان، عيطنا له في التليفون ما كانش برا ما كانش، سقسيت عليه كاع صحابنا كاع جماعتنا قال لك ما شفناش، واهلي راهم متهولين عليه. وجيت انا للسبيطار قلت بالك لا قدر الله بالك اكسيدون بالك حاجه، هاني جاي نحوس عليه، راني تالف راني غير ندور نحوس عليه. مصطفى ماشي باش نخلعك يا وليدي، سمعت حنا دوك نحينا الدم مديناه لواحد غير كيما جابوه، راك شايف جابوه واش نقول لك قريب ما غير نقول مات. واش هو هذا السيد هذاك لونديستان كيما انت؟ لونديستان مراد مصطفى مراد. لا حول ولا قوة الا بالله. تهد سي العربي تهد، ربي يقدر الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله. لازم باش نتقلقوا خلاص هذا المكان. استغفر الله. اه يا حورية يا بنتي، من جيت المهنة تفكرني بالوالدة نتاعك الله يرحمها ويوسع عليها. على بالي يا بابا الله يرحمها ويوسع عليها، بصح عمرك ما حكيت لي كيفاش تلاقيتها. انا كنت هنا في المنطقه تاع الاولاد، شفتها في عرس عجبتني خطبتها تزوجتها. درك راني نشم الريحه تاع الكسر اللي كانت ديرها لي. هذا صاحبك والله، هذا خويا مراد، هذا هو مراد بديت الصفات حضارات. على حسب ما قال الطبيب منا لساعة يفطن ويولي لاباس. حضارات ما عيش هكا غير نشوفها بالخف ونروحو؟ واش تشوف فيه؟ السيد راه مسروع واش تشوف فيه؟ بون تفضل معايا البوست بوليس ندي واحد المعلومات ومن بعد سهل.